مسألة من المسائل المهمة ونحن في شهر القرآن الذي تكثر فيه في هذا الشهر قراءة القرآن الكريم، وهي كالتالي: أنه هل يجب التلفظ بألفاظ القرآن أم أنه يكفي إخطار المعاني أو الألفاظ في ذهن الإنسان؟ وهل هنالك فرق في الواجب مثلا في الصلاة وفي المستحب مثل قراءة القرآن في شهر رمضان؟ هنا الفقهاء قالوا أنه فعلا القراءة التي يطلق عليها قراءة هي التي تكون بتلفظ، قالوا ولو بمقدار الهمهم. البعض قال ولو بمقدار الإخفات مثلا في الصلاة، هذه يطلق عنها عليها قراءة. البعض قال في غير الواجب يعني في المستحب قد يحصل أجر عند الله عز وجل، لأنه الإنسان نية أنه هي قراءة، ومع ذلك قال في الواجب ماذا؟ لا يجزئ، لا بد له أن يجري هذه الكلمة على لسانه. ولذا هو فعلا حتى في المستحب، يعني حتى من قال أنه في المستحب أنه هذا الأمر قد يحصل أجرا عند الله عز وجل، لكن الأصح الحقيقي يعني القراءة الحقيقية هي بالتلفظ. الآن أنا لو مثلا وقفت 5 ثواني هالشكل، هل تقول الشيخ قاعد يقرأ؟ قل لا، ما قاعد يقرأ. القراءة الفعلية تتحقق بإخراج اللفظ ولو كان قلت على مقدار الإخفاض. البعض قال هم أقل، ولو هم حتى لو هم مهوف وأقل، لأنه إيش يطلق عليه أنه قاعد ماذا؟ يخرج شيئا من فمه ولو كان ما يشبه الكلام. نسأل من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. تفضل. شيخنا في البحار الشيخ المجلسي عند التفصيل أنه السمع له درجة، صحيح، والقراءة صامتة لها درجة، والقراءة باللسان تلفظا لها درجة. أحسنت. ولذلك هو نعم هذا اللي أقوله، أنه هنا قالوا 3 مراتب: مرتبة الجهد، أو قبل 4 مراتب الجهد مرتبة، الآن هذا جهد، والإخفات مرتبة أخرى مثل في الصلاة مثلا الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا إخفات ما هو جهد. والهمهم كذلك درجة من الدرجات، بمثل أنه لو أن الإنسان مثلا قرأ بهكذا سورة، هذا همهم ليس إخفات. وهنالك درجة أخرى وهي الإخطار على الذهن، هذا الإخطار على الذهن هو اللي احنا نتكلم عنه، أنه الإنسان أصلا لا يتلفظ، هذا هو الدرجة التي هي فيها يعني موضع إشكال، خصوصا في الواجب أتكلم من في الصلاة يعني. أما في المستحب قلت يعني هو واحد من المراجع فقط تقريبا اللي شفت بمراجعة سريعة الذي يقول في المستحب قد يحصل أجر عند الله عز وجل، لكن هو الأفضل أنه الإنسان ماذا يتلفظ أساسا، هو يبعث النور في قلب الإنسان. هذا كانت مسألتنا لهذا اليوم. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. لعن الله الظالمين لكم ويا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قد أوهنا من أهلها مال الديار وما ليا. رحم الله من مضى من الأحبة والأهل، هكذا تبقى الدور بعد خلوها من أهلها. ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها. سؤالي كانت للمنوب مفزعا وأصبحت لجميع أنواع النوايا رزيتكم رزايانا التي سلبت وغونت الرزايا الآتية. تبتل منكم كربلاء بدم لا كنما تبتل مني بالدموع الجارية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك باكية. ويلي تناشدني على من تهمل العين، كل البجاء والنوح والضجاء على حب في قلبي وتضغري بصبها دموعي. مجبور في حبه ولا اشوفه بطاع. ويا ريت قبل ضلوعه هن رضى ضلوعي، ومن قبل تعفير خدة تعفرت مني الخدة. والله من قبل تعفير خدة تعفرت مني الخدة. أنا أبجي على مصابة بكل
الصبح مزيه أبشي وساعد بالبكاء الزهر الزكي لا زال تندب يا ضحايا الغاضري وويلها يا ابني يا حبيبي ويا قرة العين ومصيبته ورد في خطبة المتقين عن المولى أمير المؤمنين أنه قال ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم صدق مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين أخو رسول رب العالمين محمد لما أن يقال قصة ملهمة قد يتصور البعض أنها حصراً على فئة دون أخرى فتلقى مثلاً أنه البعض يتصور القصص الملهمة خاصة فقط مثلاً بأصحاب الملايين والمليارات أو أنه القصص الملهمة خاصة بأهل المناصب العليا في أماكنهم وهذا الأمر ليس بصحيح فقد تنظر ذلك البعيد عنكم يعني قد ينظر الإنسان أو إنسان ما إلى فئة إلى أناس أنهم لا شيء وفي الواقع هم يصنعوا أمور كبيرة جدا ولا يلتفت إليها إلا لما أن يسلط الضوء عليها هنالك ممرضة من هذه البلاد اسمها حليمة المقعدي هذه حليمة حققت حلما في داخلها هي من ضمن كوكبة من ضمن طاقم إدارة وأطباء ورفيعي مستوى وكذا وهي لا تعدو كونها ممرضة الذي للأسف البعض قد لا ينظر إلى أنه الممرض أو الممرضة بشيء هذه توظفت في مركز القنفذة يوم على يوم شيء على شيء تقول كنت أجري في عملي بالمعتاد حالي من حال أي إنسان وللأسف هذه النظرة موجودة هي نظرة خاطئة أنه أنا شنو أتخرج هندسة مثلا أصير مهندس يسوي اللي علي وينتهي الموضوع عدل أنه أنا أصير طبيب أسوي اللي علي وأمشي مو صحيح
لازم الإنسان يعمل كامل طاقته في الأمر الذي يعمل فيه. تقول على كل حال إلى أن صارت قضية معينة أنه أتي لنا بطفل قد مات غرقا. قل هذه كانت نقطة تحول في حياتي، ومنها رسمت هدف. قلت أنه كثير من الحالات التي قد يكون فيها رمق من الحياة لو أنه هؤلاء الناس اللي كانوا حوله عندهم ولو أبسط بسيط في الإسعافات الأولية. يقول هذه الحالة صنعت نقطة تغير إلي في حياتي، ورسمت هدف ومخطط بأنها تنشر مثل هذا الوعي، فسعت وتوسعت إلى أن وصلت إلى أهدافها وأكثر من أهدافها. الإسلام لما أن أتى مو بعيد عن هذا، بل أنه قد جعل لهذا الإنسان أهدافا عالية جدا. الإسلام لما أن جاء ما قال إلى هذا الفرد تعال أنت واجعل أملك في شيء قد يزول. هؤلاء المتقون إنما يعلمون، إنما يعلمون ماذا؟ قال ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم، لأنهم يعلموا أن هذه الدنيا لها أجل معين. الإنسان ما يعيش في هذه الحياة على أنها هي الحياة المستقرة الهادئة. مو الإنسان اللي يتعالى في هذه الدنيا أمله في المروي في الدعاء المشهور وتدانى في الدنيا أمله. الإنسان يصير بهالحالة الدنيا يتدانى فيها أمله. ليش؟ لأن هذه الحياة تفنى لا تبقى. تعال مثل واحد يقول له تعال عندك بيتين تبني، عندك هنا أرضين عفوا وأبغاك تبني بيتين، بيت راح تقعد فيه أسبوع مثلا أو فترة من الزمان، والبيت الثاني راح يبقى إليك وإلى عيالك وإلى آخره. أي البيتين سوف تشيد بشكل بحيث أنه يكون مقدار ما تستطيع تضع فيه؟ والبيت الثاني الذي هو الذي سوف يكون على مدى طويل، كل هذاك راح أكون فيه فترة معينة راح أمشي عنه. لذلك أنت تأخذ مقدار حاجتك منه. الإسلام ما قال لك أنت بما أنه الدنيا فانية بعد لا تسوي شيء وتقعد راحة، لا لا لا، ذكر مرارا لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما يخالف الإنسان يعمل لهذه الدنيا، لكن هو الذي عمله كأنه عمل الذي فيه عمر طويل إلى الإنسان، وكأنه هذا عفوا أنه هذه دار البقاء. لازم أن يعيش حياة الذي وتدانى في الدنيا أمله. هذه الحياة وإن كنت ترى أنت أنها فيها حالة من الحركة، ترى هذه الحركة هي لا شيء، الحركة هذه تفنى والذي فيها يفنى والإنسان يفنى وكل شيء يفنى ويبقى وجهه الله عز وجل. لذلك نعم هنالك القرآن لما أن يصف هذه الدنيا بماذا وصفها؟ قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. زين الآخرة ما هي؟ قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قلوا الحيوان مصدر الحياة. زين قول طيب شلون هناك يصف الدنيا حياة؟ شوف وإهنا يقول هم حياة. قال لا يختلف هنالك تجوزا قال عنها حياة لأنها فيها شبه الحياة أو فيها ما يطلق عليه حياة ولو كان في أقل مستوى تقال عنه حياة في النهاية.
لكن تلك الدار هي دار قرار وهي التي فيها الحركة الحقيقية. لذلك قالوا أي مصدر على وزن فعلان مثل غليان وما أشبه حيوان، هذه تكون فيها ثلاث سمات، هذا المصدر يكون فيه ثلاث سمات، ما هي؟ قال الحركة والتقلب والاضطراب، يعني بمختصر هي التي فيها الحياة الحقيقية هناك. هذه حالة الجمود حتى لو أنت تشوف أنها تتحرك، مثل الطفل في بطن أمه يتحرك لو ما يتحرك يتحرك، لكن في شنو؟ في حدود بطن أمه، رحم أمه. إحنا في هالدنيا ترى محدودين بحدود هذا العالم وهذا العالم، ولو كنا نتحرك ولو كان شكل حياة، لكن هو حدود ترى معينة إلى الإنسان. هناك في ذلك العالم لا يختلف، المقاييس تختلف، نظر الإنسان يختلف، حركة الإنسان تختلف، كل حيثيات الإنسان تختلف، لأنها هي دار القرار الحقيقية. لأن هناك لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب هناك. ولذلك هؤلاء المتقين الذين بهكذا حالة، هؤلاء لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. تفيد؟ يقول هذول لو ما يعرفون، هذه من أعظم العبارات التي تقرأ في الحياة. شوف العبارة وعظم العبارة التي حق أن يقف لها شعر الرأس. قال بل شعر البدن ولولا الأجل، تفيد؟ ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم، يعني لو ما أنه هذول يعرفوا أنه هذه الدنيا تنتهي، لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. كأنهم هؤلاء يقولوا، يعني بما أنه إحنا نعرف هذه الدنيا هكذا، لو إحنا ما نعرف أنه عندنا آجال كان من شوقنا من محبتنا لله عز وجل، كأن الذي تنتزع أرواحنا لكي نكون في جوار الله، لكي نكون هناك. هؤلاء بماذا كان هذا الأمر؟ قال شوقا إلى الثواب، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، بين رجاء وخوف. هناك في مناجات المحبين المولى زين العابدين صلوات الله عليه يصف لنا هذا المعنى بوصف عظيم، قال وأن تجعل حبي إياك يا رب العالمين، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، يعني إلى عمل الخير بعد، وشوقي إليك زائدا عصيانك، مبعدا عن المعصية، مقربا إلى الفضيلة، مقربا إلى الحسنى، مقربا إلى الصلاة، مقربا إلى أعمال الخير، مبعدا عن أعمال السوء. هذه المحبة التي قد كونت في أنفس العارفين بالله عز وجل، في أنفس الناس الذين وطنوا أنفسهم على محبة الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الذين كانوا بهكذا حالة، كان أول طريق عندهم هو المعرفة، لذلك عظم الخالق في أنفسهم. عجيب عبارات، حقيقة عبارات عظيمة جدا جدا جدا. قال عظم الخالق في أنفسهم هؤلاء، فصغر ما دونه في أعينهم، وكل شيء دون الله عز وجل. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، إمام علي في دعاء الصباح. ومن ذا يعرف ما أنت فلا يهابك، الذي لديه معرفة بالله عز وجل كل شيء، هو كل شيء بعلمته الله عز وجل تحت رحمة الله ودون الله عز وجل.
هذا الذي ينظر بهكذا حالة لا يرى شيء سوى الله عز وجل، وكل شيء يكون لا شيء قباله. من ضمن القضايا العجيبة الغريبة، أكو شخص يقول له ملا علي، ملا بالفارسية، يقال إلى العظيم الشأن العالم كذا في العراقي مثلا أطلق عليه ملا، الذي لديه علم على كل حال. هذا ملا علي كان من المبلغين الذين يبلغوا خارج البلاد. تبليغه كان في الهند، تعرف واحدة من أكبر طوائف الهند المعروفة والمشهورة والتي لها أثر، البهرة، سامعين لعلهم فيها. هؤلاء يوضعون 300 سنة هذا الكلام، هذا وضع في داخله إلا يخليهم مسلمين قبل 300 سنة أو أكثر، حتى من 300 سنة. يقول هذا، شوف الذي يكون عنده أمل والذي لا يرى شيء سوى وجه الله عز وجل، شنو ما كان الإنسان، ما بدأ بمجموعة، لا لا لا، ما بدأ بالمؤثرين منهم، لا، راح إلى رأس البحر وفعلا أقنعه في الإسلام وأسلم. لكن هذا الأمر ما توقف عند هذا الحد. الوزير علم بهذا الأمر، ظهر مؤثرين هناك، إجا استفسر كذا، إلى أن أيضا هو الآخر أسلم. بعد الآن القضية تحولت إلى مسألة أخرى أكبر وأعلى، وصل الخبر إلى الرئيس في ذلك الوقت. إجا يقولوا بلا سابق إنذار لزيارة الوزير، وشافه وهو في حالة الركوع، يبدو أنه ذلك الزمان زمان تقية شديد لعلها. فيقول التفت هذا، يعني الوزير قال له أنه أنا قاعد أبحث عن عصا هنالك ثعبان في داري، وفعلا ترادف أنه كان شنو في ثعبان فعلا لأن يقتله. على كل حال هذا الرئيس انتهت هنا القضية، جرى الزمان إلى أنه لا يلتقي بهذا ملا علي ويجعله أيضا مسلما. هذا من اللي يستطيع أن يصل إلى أقصاها وأعلاها، الذي تدان كل، نعم كل عظيم تحت عظمة الله عز وجل. شنو رئيس، شنو وزير، شنو مثلا رئيس قبيلة إلى آخره، كل كذا، كل شيء تحت الله عز وجل. هذا الإنسان الذي ينظر بهكذا حال، الذي يكون له توجه حقيقي نحو هذه الأعمال، كل ما تفت، كل ما فتحت نفس الإنسان على طريق الخير فتح له قلبه. لذلك شوف كل ما اقتربت من الله عز وجل كان هذا القلب صافي، بل قال أنه ما جفت الدموع إلا نعم قسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. فأولئك الذين يكونوا في حالة التهجد وفي حالة الدعاء وفي حالة البكاء والانكسار، هؤلاء عظماء. شوف لما أن تروح إلى المشاهد المقدسة، ولما أن تقبل على تلك المناظر المهيبة، شلون ينكسر قلب الإنسان وشلون يتوجه إلى الله عز وجل. هنيئا لزوار الحسين عليه السلام. أسأل البعض من الأحبة، يقول هناك فرد شيء عجيب غريب، ما إن يلوح ضريح المولى الحسين أمامهم
إلا وانكسرت قلوبهم وجرت دموعهم. أليس هذا وعد إمامنا؟ ما ذكر عند مؤمن أو مؤمن إلا بكى واستعبر. وكيف لا يبكي ويستعبر؟ نبكي على الرأس المرتل آية والرمح منبره، فذاك هو العجب. نبكي وما لنا لا نبكي ونحن نستذكر المولى على موضع كربلاء. نعم يلا لنحلق بأرواحنا هناك، وخل الضريح لوح بقلبك وقول يا حسين كلنا نعتني كربلا نزف. بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبر ونتذكر عند رجلك علي حسين مدفون، وتيج سفرتنا وقرح ماي العيب. بعد بعد ونتذكر وقوفك عليه بدمع محزون، وتصيح يا بني علي قطعت بيه. يلا يا مؤمنين يلا خلينا نتوجه لك الى المولى. قال وبكل فريضة للحاير تعتني الشيعة تطلع من مشهدك وتقصد للشريعة، تزور القمر الصغار أبو جفوف قطيعة. شيعة لرايتكم أصول الهاشمية، آخر محطة ونروح ونرد للمخيم أرجون، وتبسل جمعتنا يا ويلي فوق الخدر. ويلي ونتذكر منادى بن سعد يا قوم فرضون، سامحني الغيور سلبوا الحرايا وسفوا الخارجي. ومصيبة إلهي بأحب الخلق إليك محمد وآله، اشفي وعافي كل مريض لا سيما المنظورين منهم، وبالذات علي محمد علي آل داود. إلهي اشفهم بشفائك وعافهم من بلائك، وارعاهم بعينك التي لا تنام. إلهنا وهم طلباتنا، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر جميعا إلى إمام زماننا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن في كل ساعة وليا وحافظا.
الرضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات موت المؤسسين الحاضرين من لم يذكره ذاكر من شيعة أمير المؤمنين نهدي لهم جميعا المباركة الفاتحة مع الصلاة. Thank